صباح الخير عبد الله، واكيد صباح الخير لجميع مشاهدين صباح الدار. مثل ما ذكر عبد الله، انا اليوم موجوده في ريتز كارلتون ابو ظبي، اغطي لكم الملتقى الخامس لحكومه ابو ظبي الالكترونيه، ومعنا سعاده راشد المنصوري. خبرنا اكثر عن هالملتقى. صباح الخير. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا. لو تخبرنا نبذه عامه عن هالملتقى. بداية أحب صراحة أشكركم على تغطيتكم للحدث هذا، الملتقى هذا اليوم اللي احنا قاعدين حاضرين هنا، تبناها المركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لمشاركة الستيك هولدرز اللي هم الشركاء الاستراتيجيين اللي عندنا حاليا. فالشركاء عامل أساسي نجمعهم، ناخذ بآرائهم، نخبرهم شو آخر التطورات اللي عندنا، وهم اللي صانعين الحدث. لما نتكلم اليوم على أي إنجازات قاعدة تصير اليوم في الإمارة، لا يكتمل بجهد فرد، وإنما بشكل بجهد الشركاء اللي موجودين حاليا في هذا الملتقى. فالهدف من هذا الملتقى اليوم هو تسليط الضوء على آخر المستجدات في الحكومات الإلكترونية، سواء كانت عالميا أو محليا من ناحية المبادرات، ومن ثم أخذ بآرائهم، لأن هم يعتبرون شركاء أساسيين معنا اليوم. نحن نتكلم أكثر عن 40 شريك أساسي معنا اليوم في الحكومة، والحضور كما شاهدتي اليوم أكثر عن 400 شخص اليوم حاضرين هذا الملتقى، مما يساعدنا نحن للتخطيط المستقبلي اليوم، وين الأشياء اللي ممكن نحن نتحداها من عوائق أو من صعوبات بالتعاون معهم طبعا. هنا سعادة راشد، هل في أهداف أخرى غير الأهداف اللي ذكرتها لهالملتقى؟ نعم، اليوم هذا ملتقى يعتبر ملتقى داخلي مع الشركاء الاستراتيجيين، لكن بعد في نفس الوقت عندنا شركاء استراتيجيين أخرى اللي هم المتعاملين. أنا اليوم شو حصلت اليوم من الحكومات الإلكترونية من توفير المعلومة، سواء كانت عن طريق الكاونتر أو عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الهاتف المحمول. فالتوجهات اللي قاعدة تصير اليوم، نحن نحاول نبسط الإجراءات في الجهات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية اليوم لهالاختصاص، وتحويل هذه الخدمات من خدمات تقليدية إلى خدمات ذكية عبر الهاتف المحمول. أكيد، وهي راح تساعد ناس كثير في هالموضوع أكيد. سعادة راشد، أبي أعرف الحين هاي الملتقى الخامس، شو الفرق أو مثلا شو التغييرات اللي صارت بين الملتقى الرابع والملتقى الخامس؟ أختي، لو لاحظتي في الفترة السابقة اللي هو الملتقى الرابع، كنا نحن صحيح بادين في خطة استراتيجية فقاعدين ننفذها خطوات، لكن عالم التكنولوجيا اليوم اللي قاعد يتوجب علينا السرعة في مواكبة هذا التغير، لأن العالم يتغير بسرعة بأسرع من الأمور اللي قاعدة تصير عندنا. فلا بد أن هذا الملتقى اليوم نحط خطوات مستقبلية إن شاء الله بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجية لضمان تحقيق الهدف. فالتكنولوجيا تتغير بسرعة، والتكنولوجيا تحتاج إلى العنصر البشري الكفء اللي يواكب هذا التغيير اللي قاعدين نتكلم عنه. طبعا سعادة راشد المنصوري، نشكر وقتك والمعلومات القيمة اللي أعطتنا عن هالملتقى الأكثر من رائع. شكرا وما قصرت، جزاكم الله خير. طبعا مشاهدينا، من الملتقى الخامس لحكومة أبوظبي الإلكترونية نرجع للاستوديو. مشكورة يا عزة، مشكورة، بيض الله وجهك، يعطيك العافية، ما قصرتي. احنا الحين بنطلع.